طبعا مثل ما انتم عارفين ان الحب والشغف هو اللي يوصل الانسان الى مرحله تحقيق الطموح والاهداف. وعلى هالموضوع هذا طبعا ضيوفنا اليوم حققوا انجاز وفوز جميل ورائع بسبب حبهم وشغفهم في مجال الفن المسرحي، مساهمتهم ايضا في تطوير الحركه الفنيه المسرحيه، وحصولهم على الجوائز في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ضمن فريق مسرحية طاهرة لمسرح الخليج. نرحب بضيوفنا اليوم دكتورة ابتسام الحمادي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، والكاتب دكتور حمد الرومي. نقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم، نورينا اليوم في مساء الخير يا كويت، ونقول لكم ألف ألف مبروك، مبارك لكم طبعا على هذا الإنجاز وحصولكم على هذه الجوائز لمسرحية طاهرة وأفضل أيضا وأفضل تأليف مسرحي في مهرجان شرم الشيخ الدولي الشبابي. بمعنى يعني أن الإجازة هذه بصراحة اليوم هي فخر لكم وفخر لنا وللكويت كلها. دكتورة ابتسام، أنت متخصصة في تصميم الديكور وأيضا الأزياء في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصلتي على جائزة أفضل سينوغرافيا لمسرحية طاهرة. كلمينا عن هذه المسرحية وأيضا شنو اللي يميزها عن باقي المسرحيات، خصوصا كان في تنافس كبير يعني. للأمانة مسرحية طاهرة يعني لو تدرين في البدايات لما استلمت النص للكاتب دكتور حمد الرومي، وأنا أعرف كتاباته ما شاء الله في التلفزيون، لما استلمته كنص قريته لقيت نفسي كأني قاعد أدخل من غرفة لغرفة في النص، وحسيت أن أماكن وايد موجودة، وهذا طبعا يعطي دافع حق المصمم أنه يلعب على هاللعبة، يعني شلون ينقل الشخصية من مكان لمكان بالزي. وهذه تجربة جديدة، أنا اشتغلت مع كتاب وايد، يعني كان يكون المشهد في مكان واحد يعني في حالة واحدة، لكن شخصية طاهرة عدة حالات. فعطتني نوع من أن أنا أتحدى نفسي، وقعدت مع الدكتور حمد أكثر مرة على النص وحاورته، وحاولت يعني أن أغير بعض الأمور، لكن أنا عجبني أن إصراره ترى إصراره على أن النص يكون مثل ما هو سبب نجاح العمل. سبب نجاح طبعا المسرحية يعني كان مصر الدكتور حمد على طبعا قصة بدايتها تهمه بدايتها لا بالعكس النجاح النجاح هذا النجاح بالفعل والرسالة اللي وصلها أيضا من خلال هذه المسرحية. أيضا بارك لك على هذه الجائزة دكتور حمد رومي على أفضل تأليف أيضا مسرحي لمسرحية طاهرة. كلمنا عن شعورك لما طبعا خذيت هذه الجائزة وحصلت وسمعت عن هذا الخبر. في البداية أول شيء مساكم الله بالخير، مشكورين على الضيافة الطيبة هذه، وأنا سعيد بتواجدي اليوم معاكم ومع دكتورة ابتسام الحمادي. يمكن أجمل ما في الموضوع في حصولي على الجائزة هذه كانوا شغلتين بالنسبة لي. أول شغلة أن هذه أول تجربة لي في مجال المسرح، أنا عندي شغف في المسرح من زمان، وكنت أنتظر الفرصة المناسبة مع ناس وفريق ممكن يتبنى أي فكرة أنا أقدمها بشكل جيد ويكون فاهم أبعادها. فكنت محظوظ جدا أن العمل كان باختيار فريق جدا موفق، بداية من مسرح الخليج العربي، من دكتور أحلام حسن، من دكتور ابتسام، من المخرج هاني الهزاع، مسي عليهم كلهم جميعا بالخير. فكانت البداية أنا كنت عايش الشغف وعايش النجاح أني نفذت العمل مع هالفريق. فلما يكون ثمار الجهد هذا كله بجائزة دولية بهذا القدر على المستوى الشخصي كان شيء يثلج الصدر بصراحة. الشغلة الثانية وهي المهمة أن أنا ودكتور ابتسام وكل الفرقة كنا مشاركين باسم الكويت. اليوم ينذكر اسمي أو ينذكر اسم دكتور ابتسام، لكن ينذكر بعدها مباشرة الدولة المشاركة، فكان هاي فرحة ثانية بالنسبة لنا بصراحة. نعم، احنا قاعد نشوف لقطات جميلة يمكن وكانت تجمعكم أثناء حصولكم على هذه الجوائز، وأيضا لطاقم عمل المسرحية، يعني قاعد أشوف أيضا شدت انتباهي دكتورة ابتسام الأزياء. كونك أيضا أنت يعني دقيقة ومتخصصة بأدق التفاصيل بالأزياء، كلمينا عن الأزياء اللي صممتيها وعن أهمية اختيار الأزياء، خصوصا ذكرتي شغلة قلتي لما أنا كنت أقرأ يعني القصة المسرحية، قصة المسرحية كنت أتخيل شنو الأزياء شنو راح أسوي، فكلمينا عن هذه التفاصيل. يعني التفاصيل هذه الكاتب إذا كان مخيلته واسعة يساعد مصمم الديكور مصمم الأزياء، لأن تقديم الحالة إحنا قاعد نتحكي عن مهرجان أكاديمي صح. يعني لازم تقدمين شيء حداثي مو شيء عادي خارج عن المألوف. نعم إحنا نشوف بعد أيضا لقطات جميلة يعني هذا يعني ننفصل عن العالم الواقعي إلى العالم الخيالي بس الموظف بشكل صحيح. يعني إذا تشوفين في حتى
في بعض الأماكن ترى أنا سبب يعني أنا حصلت على جائزة أفضل أزياء في المهرجان المحلي عن طاهرة لسبب كان عندي تكنيك أنا في الزي كان سببه الدكتور حمد في لحظة تنتقل الشخصية من وضعها وعمرها إلى طالبة بالجامعة فأنا حطيت نفسي في مأزق إن أنا شلون راح أنقلها في هالدقيقة ما عندها إلا ثانية يعني تلف من وراء الديكور ترجع تطلع هي طالبة فهذا بروحه يعني عبارة عن تحدي تفاصيل تحدي يعني تحدي على هالشغلة هذه التعامل مع الفريق بهالعمل تحديدا من ضمنهم دكتورة ابتسام أكيد كان مخليني أنا في نوع من تحدي بيني وبين نفسي إن الناس هذه قارية نصوص وايد ومتشبعة في هذا المجال فشلون أنا أجيبهم طريقة أقدر أستفزهم من خلال الورق صح فأعتقد دكتورة ابتسام كان أنا بالنسبة لي تحدي نسمع منها أن الورق استفزني مثلا فهذا بالنسبة لي كافي ومخليني عارف أني قاعد أسلم النص في يد أمينة لأنه تم استفزاز الفريق اللي موجود بالكامل صحيح وإدارة ناجحة بصراحة يعني خصوصا في اختيارك في الأزياء وشان الواحد ينتقل من زي لزي ممكن خلينا نقول في مدة زمنية بسيطة قصيرة ولازم يكون بتكنيك يعني مدروس يعني مو شيء مقحم يعني حتى في على فكرة أنا يعني بقول لك شغلة إنه في مونولوج كاتبه الدكتور حمد حق قفلة المسرحية أنا باعتقادي إنه يمكن أنا أزيائي كلها يعني كانت في البداية إن الناس الحمد لله أثنت وقالت حلو واللجنة أعطتني يعني الجائزة لكن آخر مشهد بسبة الكلام طلع الزي والزي هو عبارة عن فستان عروس باللون الأسود طوله أكثر من 3 أمتار صحيح. أعتقد ومن الكلام أنا طلع الزي معي أنا لما مخيلتي تخيلتها على طول حتى يعني المخرج استغل حلوله الإخراجية شلون يقدم هالمشهد وكانت النهاية أنه دايم يكون التصوير حق هالمشهد تذكر دكتور حمد أغلب صحيح. مثل ما يقول كان إيه؟ كنا حاولنا يكون ختامها مسك ختام العمل بشيء يوصل المسج ويكون في إبهار من جميع النواحي الرؤية الإخراجية الحوارات إذا سمحتوا لي أقول هالكلمة السينوغرافيا اللي تقدمها دكتورة ابتسام من أزياء الإضاءة الأداء التمثيلي للممثلين الموجودين على الخشبة فالحمد لله أن يعني وفقنا إحنا بهالعمل لله الحمد وكل شيء مثل ما قلته مرتبط بشيء معين عشان تكمل طبعا أو يكمل هذا النجاح وإيصال رسالة. أيضا دكتور حمد يعني كان في تحدي كبير كانت في منافسة كبيرة أيضا بينك وبين الكتاب والمؤلفين فكلمنا عن هذه المنافسة خصوصا في مشاركتك في هذا المهرجان والله هي يعني أنا ما رحت بنية المنافسة معناها هي أكيد حق مشروع كثر ما هي نية أن أنا بتجربتنا الكويتية المحلية هذه تأخذ نطاق أوسع فالشيء اللي كان جميل جدا في المشاركة بهذا المهرجان هو الاطلاع على الثقافات المختلفة كان في كتاب وكان في عروض من 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 دول مو بس عربية كان في ناس من كوريا وكان في ناس من بلغاريا كان في ناس من إيطاليا هاي الفرق كانت كلها مشاركة وكانت بأعمال جيدة جدا ونصوص وأفكار جميلة رغم اختلاف اللغات لكن الحس كان واصلنا كنا من ضمن الحضور وكانوا أصحاب خبرة يعني ونقول إن إحنا يمكن مو فاهمين اللغة بس فاهمين المضمون وفاهمين الحس فكان فيها منافسة كبيرة بصراحة والواحد يسعد إنه في ظل هالمنافسة هذه إنه يقدر يطلع بجائزة خصوصا إن لجنة الحكم أغلب الأعضاء فيها ما كانوا حتى من إخواننا العرب فإن أنت حسك يوصل بلهجة محلية تم ترجمتها بشكل بسيط وتأخذ عليها جائزة يعني هذه بالنسبة لي كان شيء فعلا أثلج صدري بصراحة بالفعل إنجاز كبير وإحنا نفتخر فيه أيضا ويعني رفعته اسم الكويت من خلال هذه الجوائز الجميلة وهذه المسرحية الرائعة اللي أيضا كان لها أكيد طاقم فني جميل ورائع قدر يندمج يعني مع بعض وقدر يوصل هذه الفكرة للجميع دكتورة ابتسام إيش قدر ياخذ منك وقت أيضا للتجهيز والتحضير لأي مهرجان هو يعتمد على البدايات يعني استلامي للنص قراءتي له طبعا أنا لما أقعد وأقرأ النص أطلب اجتماع دائم مع الكاتب ومع المخرج حلو. عشان أشوف الرؤية وأقدر أعرف شنو المدرسة اللي بيشتغل عليها المخرج وأشوف الكاتب شنو اللي بمخيلته عشان أدمج الأثنين مع بعض عشان أقدر أوصل الفكرة اللي الكاتب يعني طرحها والمخرج يبي يقدمها كعرض مرئي للأمانة في عرض طاهرة المخرج هاني الهزاع من الشباب اللي لهم رؤية حلوة وإنسان مثقف ويحب يسمع يقعد معنا كلنا
ويعطينا شنو الحلول اللي بيسويها وياخذ ويعطي ويضيف. يعني انا استانست ان احنا انا والدكتور احلام حسن اعضاء التدريس والدكتور حمد للتجارب تبارك الرحمن هاني كان يقعد معانا ويسمع. ولما يكون شاب في هالعمر يسمع ابدع في الاخراج لانه صارت محصله عباره عن ورشه يعني نقعد ونتكلم. فالمنافسه كانت قويه وهاني كان من الناس اللي برزوا في هالمهرجان. طبعا واكيد المخرج له دور مهم وكبير. يعني انا بالنسبه لي يعني اغلب مشاريعي الفكريه اللي اكتبها على ورق تكون حبيسة لتراج أني أنا ما ألقى مخرج. لما التقيت بهاني مع هاني أخوي صغير يعني وهم شباب في بداياته لقيت عقلية، لقيت واحد عنده رؤية، عنده إضافة جميلة على العمل. والعمل هذا بعد اللي يميزه أنه في ناس لهم خبرة، دكتورة ابتسام، دكتورة أحلام، تعامل مع مسرح الخليج مع الأستاذ ميثم بدر، نوجه له تحية أكيد. ومع هذا كان في روح شبابية ورؤية شبابية يعني متمازجة وماشية بنفس الخط مع أهل الخبرة اللي صار لهم سنوات طويلة في هالمجال. فهذا كله أضاف رؤية مختلفة. يعني العمل كنا نقول خارج نطاق التقليدية إن صح التعبير. يعني نعم. أيضا دكتور حمد، مشاركتكم ضمن مهرجان شرم الشيخ دولي للمسرح الشبابي يعتبر أيضا اليوم حدث مهم للحراك طبعا الثقافي على مستوى عالمنا العربي، يا ريت تكلمنا عن هذه الأهمية في مثل هذه المهرجانات بالنسبة لكم. احنا والله يعني تحضير العمل اذا انت خايف على اسمك، سواء كنت مسؤول عن السينوغرافيا، عن الاضاءه، عن التمثيل، عن الاخراج، اذا انت خايف على اسمك تكون حذر بالخطوه القادمه اللي تقدمها. صح. فتاخذ منك مجهود كبير. احنا طاهر اخذ منا فتره طويله كتحضير. فبعد تحضيره كنت تامل ان اي مشاركه لها ثقلها وممكن تشرف البلد فيها تبي تشارك فيها. فكان المشاركة هذه بالنسبة لنا يعني جت بعد المهرجان المحلي وكانت فرصة جميلة أن نمثل الكويت فيها، خصوصا أن مهرجان دولي خارج النطاق المحلية تحب تشارك فيه ويصير باكورة المجهود اللي أنت بذلته بالأشهر هذه كلها تنفيذا للعمل نفسه. نعم. وأنا ودي أسألكم سؤال، يعني يقال أن دائما نجاح العمل من نجاح الفريق، شو رأيكم بهذه المقولة؟ ونبي نتكلم أيضا شوي عن فريق العمل. تفضل يا دكتورة. لا هو الكلام هذا صحيح 100%. نجاح أي عمل مسرحي يبين على الخشبة، تشوفين التناغم ما بين الممثلين، ما بين عناصر العرض المسرحي، يبين ان في فريق متكامل يحب بعض. ترى عندنا حتى لما يصير خطا على المسرح ترى الناس ما تحس فيه. ليش؟ لان واحد يشيل الثاني. حلو. والشباب اللي كانوا موجودين كلهم تبارك الرحمن طاقات يعني ناس لها وزنها. يعني انا من الصغير للكبير انا اعتبره فنان وبطل، لان تحسين ان هم يبون ينجح العمل. اي دروب يصير يعني اي فنان ممكن ينسى، ترى الناس ما تحس. صحيح ما تحس تصير شغله. اي بالضبط. يعني بس احنا الحمد لله ما صار معنا هالشيء، لكن اتكلم لما يكون الفريق متكامل في حب وفي روح الجماعه يعني العمل يطلع جميل يبين. صح. البروفات تبين. نعم دكتور. انا اي الدكتوره اكيد كان بس اضرب مثال بسيط. يعني احنا بعض المجاميع عندنا بالعرض المسرحي هم مطالبين بحكم المخرج ورؤيته ان الحركه تكون بسيطه بتحريك الديكور. قد يكون هذا الأمر بسيط لكن حركتهم للوحة أو للباب أو للديكور كان فيها حس وكانت مدروسة لأنها مرتبطة بممثل آخر. هذه الدقة بالتفاصيل عمرها ما راح تكون موجودة إلا إذا كان في تيم قلبه على بعض. صحيح. التجربة الطاهرة يعني تحس بالخاطر أنها راحت أو أنها يعني خلاص يمكن ما راح تتكرر وايد لسبب واحد، المجموعة هذه أنك تقدر تجمعها مرة ثانية بمخرجها بدكتورة ابتسام بطاقم التمثيل كله اللي معانا على رأسهم طبعا دكتورة أحلام حسن بفرقة مسرح الخليج. كان يعني احنا أنا عن نفسي على المستوى الشخصي كنت محظوظ أني أتعاون مع الفريق الكمال لله المتكامل هذا. نعم. احنا بالنهايه نقول لكم الف مبروك، نبارك لكم لفريق العمل وللكل طبعا حصولكم على هذه الجوائز وهذا الانجاز الرائع. وجودكم بصراحه فخر اليوم، الحديث جدا ممتع وياكم، عسى الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك. طبعا في نهايه هذا اللقاء مشاهدينا كل شكر للدكتوره ابتسام الحمادي عضو هيئه التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحيه والكاتب ايضا دكتور حمد الرومي. اذا لازلنا متواصلين ايضا معكم اليوم في فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت، حيث اقامت بلديه حولي بشن مجموعه من الحملات التفتيشيه بشان القيام باعمال خدمات النظافه العامه واشغال الطرق داخل نطاق المحافظه. وطبعا تاتي هذه الحمله ضمن
ضمن مجهود البلدية للإشراف على متعهدي النظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين وضبط الحيوانات السائبة.